عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، وأشار في المؤتمر إلى عدة نقاط وكان أبرزها التقارير الإنسانية التي صرحتها الأمم المتحدة بخصوص ما يجري في اليمن. كما أشار العقيد إلى أن المنسق الإنساني في اليمن منحاز للميليشيات الإنقلابية. لا شك البيان الصادر من الأوتشا يحتوي على بعض المعلومات المغلوطة وبعض الحقائق الغير صحيحة فيما يخص العمل الإنساني، وكان البيان من التحالف واضح في هذا الخصوص. الجميع تابع ما ذكر في البيان والذي ذكر في بدايته بكلمة تشير تقارير أولية صادرة، وفي هذا المنطلق من غير المفروض ومن غير الواجب على منظمة أممية الاستناد إلى معلومات غير مؤكدة لأمور قانونية واعتبارات معينة في تحجيم الجهود سواء العسكرية أو الإنسانية في الداخل اليمني. ذكر البيان أنه إحصار كامل من جانب السلطات الأمر الواقع كما ذكرنا في البيان الصحفي والذي تم توزيعه على وكالات الأنباء. لا يمكن القبول بمثل هذه التصريحات. ورحب العقيد أيضا بموقف البرلمان العربي بشأن إطلاق الصواريخ البليستية على السعودية. بداية كانت القوات المشتركة للتحالف ترحب بالموقف الإيجابي لبيان البرلمان العربي بشأن الصواريخ البالستية الإيرانية وما يتم إطلاقه من الجماعة الحوثية المسلحة باتجاه الأراضي السعودية واستهداف الأماكن المقدسة والعاصمة السعودية الرياض وتهديد بعض دول المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. كما أكد إلى أن جميع المنافذ البحرية والجوية في اليمن مفتوحة للمساعدات الإنسانية.